يو ستاب من نيجز وستاب الخوت وستاب الناس كاملين اللي كيتفرجوا فيا. اليوم رجعنا لكم عاوتاني في فيديو جديد فهمتيني. انا وبطاطو الخوت اللي ما كنتش تعرفوني خدام مع البوليس ديال اليوتيوب انا وبرايو وبزاف ديال الناس اخرين. الايام هادي ما درتش لكم فيديوهات فهمتي حيت كنا ملاهين مع واحد خوتني قال لك الكوبلات راه شفتوا الفيديو الاخر اي واحد تقدر تشق عليه كيتزوج وغاديين وكيتزاد وداكشي مبغاش يوقف. خوتنا ولاو اكثر من سكارات ديال بي تي اس اللي جيت باعه وخوتنا ولاو اكثر من دوك خوتنا دوك الباجات صحاب الاقوال هذوك الباجات الاقوال بوحده ما خصهم شي فيديو فما كندور فحال هكا. لقى واحد صوب باج لاحو في هذيك القوله اللي كنت قلت ديك الله خلق ادم وحواء وما خلقش ادم وحواء والبيست فريند فيما تندور عيني بخونا تيحل الباج باش يكشف في هذيك اللعيبه باش يمرضوني انا وصاحبي فهمتي. دور عيني بحال هكا الله ما خلقش صافي بركه صافي فهمتي صافي فهمناك خويا بقيت نقول حتى هضره انا الخوت ما حدهم داروا داك البلان دونك راه شي واحد تيتفرج فيا دابا تيتفرج فيا وحاضر الهضره اللي تنقول باش الا قلت عيب غادي يقيد الفرقه وسيرو يمشي يبدا يعلق في الحيوط تقت في راسي شويه الخوت ولكن هما اللي داروا لي هذا الشيء هذا اخويا الهضره ديالي شدوها كرهوني حتى قلت وليت كنشوف في كاع البلايص صافي الدراري صافي تدنوا شويه المهم هذا هو الموضوع ديالنا اليوم. اليوم بغينا نديروا داك الشيء ديال البوليس فهمتي خدمتنا بوليس ديال اليوتيوب اليوم البوليس ديال انستا فهمتي حنا البوليس ديال الويب كامل اي حاجه في الانترنت البوليس ديال دونك الناس في امريكان فهمتي بحال هكا البنات كما قلت لكم ما قدروش يخدموا عقلهم فهمتي بزاف ديال الناس ما كيقدروش يخدموا عقلهم باش يدخلوا الفلوس قالوا علاش لا ما نخدموش الجسم ديالنا فهمتي ندخلوا به الفلوس وندولوا واحد صورتنا عريانين وندخلوا بهم العاقه ملي شافوا امريكان القضيه بحال هكا تجيب البلاد قالوا غنحلوا واحد السيت سميتو الاونلي فانس وغنحطوا فيه الناس البنات اللي كيبيعوا اللحم ديالهم تما وتصاورهم عريانين بصافي اللي بغى شي تصوير عريان شي نود بغى يسرع يدخل لذاك السيت يدخل مقصد داك الشيء ما يبقاش يدور عاود جاوا المغاربه تما فهمتي بغاو يديروا هذا البلان ولكن قال لك لا علاش غنديرو علاش غنديرو هاد السيت هذا والبسالة هادي سيت خرابيق هذا على داكشي فهمتي كنديرو راسنا بحال خوتنا كيتلقاو واحد تيبيع حانوت تيبيع فيه داكشي كيجي واحد حدا كيدير في الراس هادو هما البنات المغربيات الامريكانيين تيبيعو داكشي في اونلي فانز هادو كيبيعوه في بريفي فهمتي في الراس عندهم داكشي تخبيه مخبين على الضريبه فهمتي النوتس كيبيعوهم في ميكا كحلة وهذا موضوع كبير غندوي عليه اليوم الخوت كنخليكم دونسو ديرو لايك سبسكرايب داكشي كامل وتابوناو لتحت باش تولوا نتوما البوليس ديال اليوتيوب اي حاجه بانت لكم بوليس اليوتيوب طاقيوني في عرب باش الفيديوهات باش كنديرو ما بنادم فحال تكون كتفرج فيا طاقيني مشي لعيبه ندخل نشتكي الامر فهمتي تحريات ابو كلب نديرو فيديو حنا ما عندنا ما يدار الخوت ولكن خدمتنا هذه فهمتي ايوا نعصو اليوم فهمتي غندوي على البلان هذا الخوت فهمتي انا الانسان جينيروس فهمتيني كنبغي ندير اشهار الناس فامور ندير اشهار للناس اللي يبيعوا باكات بحال هكا كدير لك قال لك تيديروا باكات فهمتي كتشري باك مجموعه ديال التصاور فهمتي فيها 80 90 تصويره والثمن فهمتي 200 300 درهم على حساب الكاليتي ديال التصاور ودوك التصاور كتشدو انت كدير بهم اللي بغيتي دوك التصاور يقدر يكون ماشي غير دوك البنت اللي سريتي مع عندها التصاور يقدر يكون جيبهم شي واحده من جوجل وينصاب عليك فهمتي هو الاصل بنادم خاص يكون عقلك صغير باش تسري دوك التصاور ولا تفكر انك تسريهم يعني حاجه عاديه انهم ينصبوا عليهم فهمتي ولكن البلان فهمتي انا اللي ما فهمتش هو كثير البنات طاحت عليهم هذه الفكره بحال هكا يبيعوا التصاور يبيعوا النوتس ديالهم بحال هكا يبيعوهم هذا موضوع كبير دوينا عليه في الفيديو اللي قبل الاونلي فانس ولكن المغاربه هادو فهمتي داك الشيء حسيت مثل زعما ما كاين والو حتى حاجه ما واقع بعد اونلي فانس فهمتي ياخذوا عندهم واحد الضريبه فهمتي ياخذوا عندهم واحد الفيه هادو لا فهمتي كلشي ديالهم فهمتي باغي الماكله كامله باغين ياكلوا هاد البنات عندنا هنايا فهمتي ملهوفات فيهم الزوع خليو الناس يعيشوا شويه وات ذا فاك ولكن راه كيتعذبوا صراحه فهمتي انا كيستاهلوا تخيل معايا تعذب وتبقى فهمتي تصور التصاور ديالك بحال هكا فهمتي وتماره والتصويره كل التصويره بوز في شكل والعذاب بزاف الخوت الخدمه فهمتي صو انا كنشوف صراحه يستاهلوا ذوك الفلوس اللي كيدخلوا فهمتي على حساب الاجمينه ديالهم واخا الاجمينه ديالهم تكونوا مرتفعه فهمتي قال لك 60 تصويره و30 فيديو طويل 400 درهم بحال 60 صوير دابا كتشوف 60 صور كتبان لك بزاف و 400 درهم 200 صور ساهله وتسير تلا شارجيهم من جوجل زيرو درهم صعب وتعزد اللي على خاطرك كلشي كاين فيديوهات تما كاين فريديت كلشي كاين علاش غتدخل تخسر فلوسك بنادم تعطوا عليه فلوس فهمتي ولكن ما كي فهمتي فتوش معكم في انستا قال لي بنادم قال لي كاين اللي ما عندوش الشجاعه باش يمشي يدير داك الشيء 400 درهم راه كاين تقدر تشري فهمتي حصه ديالك سيشن ديالك مع بنت دير مع اللي بغيتي هي دير لك اللي بغيتي او ما لا قال لك ياخذوا بعض التصاور فهمتي بنادم هذاك الديسك اللي فيك الخوف فهمتي كيخافوا من المعرفة باش من الناس كتخاف في الحالة هذه ما فهمتش من الناس كتخاف من الناس غادي تخاف باش انك ما تسريش داك الشيء حقيقي وتسري تصاور ما عرفتش صراحة فهمتي كل واحد كيفاش كيفكر انا كنشوف دابا الاثمنة بلانا صاد قال لك 300 تصويرة 300 فهمتي واحد جوج ثلاثة 300 و80 فيديو طوال فهمتي يعني قداش يكون طوال طوال دقيقة جوج دقائق المهم فيديوهات طوال بحال هكذا 2000 درهم صاد ديما 2000 درهم صاد تشري بها مونيكا صاد لك انت مكبوش مكبوش واشتري مونيكا صاحبي وات ذا فوك يو توكين اباوت
ولكن لا هما تيبغيو داك الشيء واقعي، وانا قلت داك الشيء واقعي سير عنده، ولكن لا هما تيبغيو داك الشيء تيبغيو نص نص، فهمتي؟ ما واقعيه ما واقعيهاش، فهمتي؟ واقعيه ما ضربتش ما ضربتش، فهمتي؟ بلان تيديروا لهم قال لك كود برومو، فهمتي؟ كاين كود برومو فردوس 200 تينقصوا لك، فهمتي؟ تنقص لك ولا تزيدك شي 10 تصاور، انت والكانه ديالك، فهمتيني؟ اما هادو فهمتي هادو اللي بريستيج اللي عندهم فولورز، اما اللي المحسطري انت تجي عندك هي كتقول لك خويا بغيتي تقدم عندنا شي بياسه، فهمتي؟ شي تصاور شي حاجه، بحال اللي كتشري شي حاجه في السوق، فهمتي؟ التكنولوجيا فهمتي البيزنس دابا، فهمتي؟ هادو توب 10 بيزنسز بلا راس المال، فهمتي؟ تصاوب مشروع ديالك بلا راس المال بلا والو، كتشتغل راسه هو المشروع ديالها، فهمتي؟ المرأة غادو كتفاجئ بينا بهذا الشيء، هادو كتأمبريس فينا المرأة، فهمتي؟ بهذا الآي كيو اللي عندها، الدماغ عندها طالع، المرأة خطيرة جدا، ماشي كلشي أوف كورس، بحال هادو كنضحكوا على الأخوات اللي كيتفرجوا فينا، هادو هما البنات اللي تيقول لك فهمتي الحياة كبنت صعيبة، الحياة كبنت ما صعيباش، فهمتي؟ ديري كتبقى تقول لك خاص العيالات كاملين يكونوا بحال هكا يكونوا كيعتمدوا على راسهم، فهمتي؟ ما يعتمدوش على الراجل، الطريقة باش كتعتمد على راسها ماشي مهمة، ممكن كتعتمد على راسها وصافي، فهمتي؟ صراحة ما كتعتمديش على راسك، كتعتمدي على دوك خوتنا اللي عقلهم صغير ورا، هادو ملي ياكلوا السكر، هادو دوك خوتنا ياكلوا السكر، أما هادو أصاحبي رايحين تيشريو تصاورك، وات إز غون أون، أنا فهمتي أنا ما كنحسدك ما والو، أنا ما فهمتش البروسيس كي داير، وتبقى تصيفط لهم تصاور، بلا متي شنو كديروا بدوك التصاور نتوما بعدا بلا جد دوك خوتنا اللي كيشريو التصاور، إلا كان شي واحد أنا بالصدفة تيشري دوك التصاور، فهمتي؟ قول لي أش كدير بدوك التصاور ديال البنات، أش كدير بهم؟ تعلقهم في الحياة، تدربهم شي بلان، شي حاجة زا، اشرح لينا أصاحبي شنو اللي كيخلي دوك التصاور يستاهلوا دوك الفلوس، وفي جوجل كاينين تصاور أحسن منهم بزاف، ما دخلتي للريديت كاع ديك الساعة درك راسك ديك الساعة تحس براسك فهمتي، فهمتي تحس براسك حمار ودنيك غير طوال، ونفس التصاور وأحسن ديال أغلبية المودلز كتلقاهم في الريديت ديال الله ديال الله داكشي ملعوب، مازال مكانش أبل فيديو فهمتي ديك الساعة ما كتفرقش الصراحة، راك تشوف بنت من وسط التليفون يعني ماما بلاص داكشي حقيقي، خاصك تمشي إما تقيس إما رجع بحالاتك حيد من تما، مابقاش تقول لي النود النود حلاوتهم هي هما فابور فهمتي، هما ما عندهمش حلاوة أصلا، ولكن فهمتي إلا كانوا فابور بلا ما كانوش فابور مابقاش تبقى تجيب عليا لي فونطازم بحال هكدا، والله إلا بنادم عنده باش يشري باك ديال التصاور وما عندوش باش يشري أبسط حاجة فهمتي، سير لشي بلاصة سير عيش حياتك أصاحبي فهمتي، سير عيش حياتك أصاحبي سير شي حاجة، هنا فهمتي تبدل العقلية ديال السيمز، دابا حنا فهمتي مغاربة نقول لك نشري تصاور فهمتي بنت ناضية نشري تصاور ندير عليهم شي حاجة، السيمز من بعد فهمتي فاش كتولي سيم كتولي كتسلف تيقول لك لا لا خصني ضروري نشوف التصاور غنمشي نسلف فلوس ونشريها، هنا فين كنبداو نخرجوا على الطريق هنا نبداو نولوا بحال الأمريكان فهمتي جهدنا الخوت، البنات راه حنا فهمتي عاد راينا البنات راه بحال دوك البنات راه مفعول لهم القلم، قلم تيكون فيها النص مساك، دراري لا دراري فهمتي تكون حتى انت سيمبل صح فهمتي، هذا يديك السلام خبارك راه كاينين نسيتات مواقع فهمتي كيتلاح فيهم داك الشيء تقدر تشوف صافي تشوف فيديو تشوف اي حاجه بغيتي اي حاجه كتبتيها فهمتي بيض كحل اي لون كتبتيه كيطلع لك، اش صاحبي تخربق عندنا بحال فك الجوع بوان ام فك هذاك الشيء فهمتي هذاك الشيء بوان ام كاين كلشي كاين، كنت باغي نوريكم صراحه الخوج بلانات كنت باغي نوريكم التصاور والاسواس نعطيكم كونتاكت ندير لهم اشهار فابور فهمتي كحلوها زيدوا كحلوها البنات يقول لك المساواه داك الشيء، ولكن يوتيوب ما خلاوني نوريتها انستغرام وحيدوا لي الصور فاش لحتها بقى يوتيوب جام فهمتي ما خلاوني نبين تاعها حتى اشترا ولا مزير فهمتي كتبين العنق ديال بنتي ضرب بنت ما خصهاش تبان في مينياتور فهمتي ولا ماش حاضرني انا بالضبط والله ما فهمتي حاجه في اليوتيوب هادو تعصبوا له ودرينا هما البوليس دابا كيشوفونا حنا كنقولوا البوليس ديال اليوتيوب تما كيديروا عندنا البوليس ديال اليوتيوب ديال بصح مرونه القديمه ولا بغيتوا تشيكيو الاتواس انستغرام نديروا لها شي بلان او انستغرام ديالي غنشوفوا نديروا شي كونت اخر واش لعيبه نديروا التحريات ونقدروا نديروا واحد البلان نادي كاع نديروا شي سين اخرى غنمشيو نشريو هاد لي باك الخوت غنشريوهم وغنقلبوا داكشي بيدينا نشوفوا اش واقع خوتنا عندهم 100 كار ولا ما عندهم والو واش يستاهلوا دوك الفلوس اللي غياخذوا ولا ما يستاهلوش ولا مشيو غير الاونلي فانس الاونلي فانس كلشي مكحله فيه فهمتي عارفين ديك اليوتيوبرز واحد اليوتيوبر صغليطه وكحلاتها بداك الاونلي فانس تاعي وفحال الستيلات وهب سناب كتدخل عند السناب كتلقى تلوح لك سناب باتش بريفيو كتدور معاه انت فهمتي كتخلص هادي راه بيزنس ما بقاتش كتخلص كتعطي فلوس كتعطيك واحد المنتوج احترم راسك المهم بنادم عايش بهذا الشيء هذا الخوت البنات العرب ما بقاوش كيعتمدوا على راسهم المشكله تاعك خدمه تاع الغلاده فاش كتخرج تصور تقول لك لا حنا اندبندنت وكدوب بواحد الطريقه Who the fuck's gonna pay me to be on OnlyFans? A lot of people. Do you watch? يعني فهمتي طاستوسات اونلاين طاستوسات مكان نسبه طاستوسات يعني في واحد الكلمه يوتيوب ما خلاونا نقولوا حتى حاجه لا بغيتي تدخل العاقه من يوتيوب حتى كلمه ما خصك خايبه ما خصك تقولها خصك تخلي داكشي نقي 100% ولقى دير معاه مروموز غانغ ساينس ما فهمنا حتى حاجه الخوت الله يلعنها المهم كاينين بلانش بزاف الخوت فهمتي هادشي الكوبلات راه براي وخدام تو وخدام على بوليس اليوتيوب دار فيديوهات بزاف على هادشي دخلوا عنده فيديوهات كيلوح ديما كل نهار كل يومين فيديو حتى انا غندير لكم فيديوهات الخوت وهذا هو البلان البلان الاخر هو الجروب ديما تنقول لكم في الاخر
واش نسى كنحط لكم ليها خوش نتاع في الزهايمر. هاد الجروب هذا كنلوحو فيه تصاور الهرب، الا انك تصاورت انت الهرب دخل لوحهم فيها وليها تلقى في ديسكريبسيون. هذا هو البلان فهمتين، وكتب لي في كومونتير علاش بغيتي ندير الفيديو الجاي وسير الخدمه ديالك صافي بوليس اليوتيوب. اي حاجه بانت لك فهمتي قول لي غنبول ابي ولا حب هايده لي البسالم هايده لي الساطمه انا حي. ما تبانيش في الوان شوت نخاف تجيك الضيقة، هاك الفلو تجاوي قدي داوي بوت فليقة في وسط سويقة. اللعب عندي حاطو الطقوس هاك دوا الموسيقى ما تيدورش في السوق البوغوس الطوغو من تسالي ما نشموش تنصومو باش تقال بحالي ما يكفيش تحك فجرك في رطوطو النصوص حط في الراب شلا دوروس انتي خروطو كلامي تقيل عملة صعبة كيل اورو.